تعز مدينتي نعم المدينة سقاها الصبح نسبته لنا مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الحالمة وفيه نسلط الضوء على العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشارع في تعز نبحثها ونناقشها مع المسؤولين والمختصين نستمع إلى ردود وإيضاحات بشأنها نطوف تعز لنتعرف على طبيعتها وجغرافيتها وأهم المناشط التي يقوم بها السكان في سبيل تذليل الصعاب وتسخير منافعها كما سنتوقف إياكم على بصمات أبطالها شباب وفتيات تعز الذين ينشطون في مجال التوعية فأهلا بكم تشاهدون في هذه الحلقة تفاوت استجابة مساجد تعز لقرار الإغلاق تحوطاً من وباء كورونا ومدير الأوقاف أداء التراويح في شهر رمضان مرهون بقرار الأطباء حول الوضع الصحي في البلد ضية قرية معلقة بمرتفعات جبل حبشي تكسر عزتها الممتدة لنحو 60 عاماً من خلال طريق للمواصلات والأهالي يدعون للمساندة والدعم في إنجاز المشروع فتية وفتيات تعز يستهدفون بحملات توعوية منازل صبر الموادم والهدف التوعية بمخاطر الوباء الطارئ مشاهدينا بين الرضا وعدم القبول أبرزت مواقف الشارع في تعز تباينا واضحا بشأن الاستجابة لقرارات لجنة الطوارئ القاضية بمنع التجمعات في الأماكن المزدحمة ولعل إصرار بعض الأئمة على فتح أبواب المساجد في حين لم تفتح أخرى هو ما يعكس حالة التباين ويؤكد عدم الالتزام الجماعي في ظل تحذيرات من مخاطر فيروس كورونا على هذا الحال من التباين في المواقف بدت استجابة الناس في تعز لقرارات لجنة الطوارئ بالمحافظة فيما يتعلق بإجراءات منع الصلوات في المساجد في إطار منع التجمعات للوقاية من وباء كورونا أبواب مسجد العيسائي في منطقة الأجينات وهو من أكبر الجوامع في تعز أوصدت أبوابه في الجمعة الماضية ليخلو من المصلين باستثناء البعض ممن يداومون على أداء الفرائض في المسجد والذين افترشوا البهو الخارجي عند مدخل الجامع هو متطلب ضروري للمجتمع كي يحافظوا على صحة المجتمع وليس من أجل فرض قوة الدولة كما يعتقد الآخرين أو إيصال فكرة أن هناك شعب لا يريد الصلاة في المساجد في حي الضبوعة السفلى كان المشهد مغايراً حيث تجمع المصلون في مسجد طلحة واستمعوا لخطبتي الجمعة عبر مكبرات الصوت غير آبهين بالتحذيرات من التجمع في الأماكن المزدحمة وكان للمصلين رأي في مسألة ملازمتهم للمسجد رغم قرارات المنع احنا في الأسواق في الشوارع في أي مكان ليس بالمسجد بس خلاص إذا غلق المسجد خلاص الدنيا كلها الحركة توقف تباين الاستجابة لقرارات لجنة الطوارئ تأتي رغم اللقاءات المتكررة لقيادة السلطة المحلية ومكتب الأوقاف بتعز مع دعاة وأئمة وخطباء المساجد وهي لقاءات تهدف بالدرجة الأولى لتعريف القائمين على بيوت الله بمخاطر الوباء والتأكيد على أن الإغلاق هو استجابة للضرورات التي يفرضها الوباء المستجد أعطينا رأينا هناك بإغلاق المساجد باعتبار أن المساجد يعني أكثر عرضة لهذا المرض لأن الازدحام يكون فيها أكثر وأشد عند السجود وعند يعني الالتقاء الكبير جملة من القرارات كانت قد اتخذتها لجنة الطوارئ في تعز وذلك بغرض منع التجمعات في الأماكن العامة كالأسواق والصالات والمساجد وغيرها غير أن التزام المواطن بها لا يزال دون المأمول و
ولمناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف خالد البركاني مدير عام الأوقاف والإرشاد بتعز. أهلا بك معنا أستاذ خالد. أهلا وسهلا. هل هناك تجاوب من قبل أئمة المساجد والقائمين عليها مع قرار منع إقامة الصلوات في المساجد في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، وكيف تتعاملون مع الذين لم يستجيبوا لقرار الإغلاق؟ طبعا في البداية لا نستطيع أن نؤكد أن وجود التجاوب المطلوب والذي كان مأمول من الخطباء والأئمة، لكن مع استمرار حملة التوعية والاجتماعات التي أقيمت مع هؤلاء العلماء والخطباء والأئمة وجدنا لا بأس عن التجاوب، نستطيع أن نقول إلى مستوى ما يزيد عن 85% إلى 90%. لكن إشكاليتنا في المجتمع الذي ربي تربية إسلامية وتربية دينية وحب المساجد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بزيارة المساجد وبالصلاة في المساجد، ثم نأتي لنوقف لنأمرهم بأن يتوقفوا عن الصلاة في المساجد. طبعا المسألة النفسية صعبة جدا، فوجدنا من البعض انفعال، قلة من الأئمة والخطباء المحسوبين على مكتب الأوقاف والإرشاد، وهي قلة قليلة جدا هي التي استمرت، لكن هناك المتفاعلين ممكن نقول لا نستطيع نقول متعصبين، ولكن المنفعلين انفعال شديد مع ضد قرار الإيقاف، قاموا بكسر بعض الأقفال التي وضعها مكتب الأوقاف والإرشاد على بعض المساجد لمنع الناس من الدخول، ثم دخلوا وخطبوا بالقوة. بين الفهم القاصر لدى البعض من منع أو قرار إغلاق المساجد وبين ضرورة الضرورة التي تقتضيها مصلحة الفرد والمجتمع لاتقاء هذا المرض، كيف تعالجون هذا الأمر وتتعاملون مع المواقف المتعصبة للبعض؟ الناس ليسوا على مستوى واحد من العلم، مستوى واحد من الفهم، ففي الوقت الذي الشباب الصغار الذين الأئمة الجدد الذين درسوا المدارس والمعاهد والجامعات وكانت لهم حصيلة علمية كبيرة، استطاعوا أن يجمعوا بين المسائل العلمية التي نتحدث عنها من خطورة هذا الفيروس والمسائل الدينية التي هي عبارة عن إقامة الصلاة وغيره، فأكثر تجاوبا هؤلاء. المشكلة لدينا من بعض العلماء المحسوبين علينا كعلماء فعلا ولا يعلمون خطورة هذا المرض. الإشكالية الكبيرة جدا هو أن يأتي ليفتي بعض هؤلاء العلماء بمسائل تتعلق بالطب. يعني إذا كان الطب يقول أن المرض ينتشر في كل زحام، ونقول لهم إذا عندما نحاول أن نوصل المعلومة لهم بسهولة، مكتب الأوقاف والإرشاد حاول قدر المستطاع أن يجتمع مع هؤلاء أن يوصل الفكرة لهم حتى يعلموا خطورة الوضع. لكن كما قلت لك مسألة الاستيعاب، هم يرون أن إغلاق المساجد هذا حرام، ومن أظلم من منع مساجد الله. نقول لهم أيضا وتكملة الآية وسعى في خرابها، نحن لم نسعى لخرابها، وإنما أردنا أن هو إجراء احترازي، القصد ليس هو منع الصلاة وإنما هو الاجتماع. هذا الأمر ألا يلقي بالمسؤولية بالدرجة الأولى على عاتق الأئمة في توعية المواطنين وإرشادهم إلى خطورة هذا الوباء القادم بدرجة أساسية، مسؤولية الجامع والقائمين عليه؟ عندما نتحدث عن توعية أن الأئمة والخطباء يعلموا الناس ويوعوا وهذا دورهم فعلا، السؤال الأول ما هي المعلومات التي لدى هؤلاء في هذا الموضوع حتى يوصلوها؟ معظم فقهاؤنا يعني معلوماتهم في مجال الطب في مجال الثقافة قصيرة. طبعا نحن عملنا اجتماع في بداية الأزمة قبل أن توقف، اجتمعنا مع عدد كبير من العلماء، حاولنا أتينا بطبيب من مكتب الصحة، أوضح طبيعة الفيروس وطبيعة الخطر الذي المحدق باليمن والذي مقدمين عليه، حتى نستطيع أن حتى إذا ما تحدثوا بعد ذلك إلى المجتمع كانت لديهم خلفية علمية وخلفية يستطيع أن يتحدث وأن يقنع. طبعا الآن للأسف أن معظم العلماء الذين الأصوات المعارضة بقوة هي من أولئك العلماء الذين لا يتمتعون بقدر كبير من الثقافة التي ترتبط بهذا الفيروس. هم يرون أنه منع الصلاة في المساجد هذا حرب على الله ورسوله، هم يرون أن هذا الإغلاق في عدم وجود حالة هو خطأ، لا يعلمون أن الحالة لا تظهر إلا بعد 14 يوما من تاريخ الإصابة، لا يعلمون أنه في خلال 14 يوم هذه قد يكون بيننا الآن
من المصابين عدد كبير جدا وينشرون هذا المرض وسط المصلين. بيوت الله تكون عامرة ومليئة بالمصلين في شهر رمضان المبارك، وخصوصا في صلاة التراويح، ونحن الآن على بعد أيام قليلة فقط تفصلنا عن الشهر الكريم. هل ما الذي ستقومون به في مكتب الأوقاف في هذا الموضوع؟ هل سيتم أو ستسمحون بفتح المساجد؟ هل هناك ترتيبات معينة أم ماذا؟ لا يظن البعض أن مسألة إغلاق المساجد بالنسبة لنا مسألة سهلة ويسيرة. يعلم الله أننا من أقسى من أشد القرارات قساوة على قلوبنا هذه القرار. تمنيت أني لم أكن في مكتب الأوقاف في مثل هذه الظروف، لكن هي ظروف، وهي ظروف قاهرة. وإذا كان المسألة بين الصلاة، إذا كان هناك مقارنة بين الصلاة وبين النفس، فالنفس مقدمة على الصلاة. ونحن نقول لم نمنع الصلاة، وإنما منعنا التجمع في المساجد. نعم. فإن أردت أن تصلي جماعة فصليها في بيتك، وإن سألك رب العزة والجلال يوم القيامة عبدي لما لم تصلي في المسجد، فقل له منعتني وزارة الأوقاف ومنعني مدير الأوقاف. نحن نتحمله إلى ذمتنا. بالنسبة لصلاة لشهر رمضان، روحانية رمضان بصلاة التراويح، صلاة التهجد، صلاة القيام. لا يستطيع المجتمع أن يتخيل أن يأتي شهر رمضان دون أن تكون هناك صلوات. لكن بالأخير نحن محكومين، لسنا محكومين بعاطفة، ولسنا محكومين بطقوس كنا نؤديها. نحن محكومين بأمر من الله سبحانه وتعالى ألا نؤدي بأنفسنا إلى التهلكة، وأن نطيع ولي الأمر. وزارة الأوقاف والإرشاد استشعرت الخطر القادم. هناك يعني تنسيق عالي بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة. المعلومات التي تصل إلى 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 القيادة وزارة الأوقاف معلومات يعني يمكن أن تكون مدمرة بالنسبة للمجتمع اليمني، في 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 ظل أن الجوار أصبحوا الآن يعانون من مسألة هذا الفيروس. دول عظمى بمنظومة صحية متكاملة عظيمة انهارت أمام هذا الفيروس، فما بالك بنا نحن؟ صحيح. يعني نقول لهم إذا كانت بعض الدول تودع باليوم 2000 متوفي بسبب هذا المرض، نحن في اليمن مقابرنا لن تستوعب هذه الأعداد كل يوم. فنحن نقول إذا جاء شهر مفتينا والمفتي الذي سيفتي بأن نبدأ بالصلاة في المساجد أو بغيرها، ليست هي وزارة الأوقاف وليس علماؤنا علماء الشريعة، وإنما المتخصصون الذين يقول الله عنهم: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم الأطباء في وزارة الصحة. نعم. وزارة الصحة هي التي ستعلن. أستاذ خالد البركاني، مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بتعز، شكرا لتواجدك معنا. مرحبا بكم من جديد. تكتسب طرق المواصلات أهميتها من كونها شريان حياة لأي من المجتمعات، وعلى الرغم من أن الطرق في اليمن وجدت في إطار مشاريع الحكومة في أعقاب ثورة سبتمبر، إلا أن قرى ومناطق آهلة بالسكان في تعز ظلت منسية تعاني الإهمال حتى يومنا هذا. منطقة ضي بمديرية جبل حبشي واحدة من هذه القرى التي فقد سكانها الأمل بوصول مشاريع الحكومة، فبدأوا بجهود ذاتية وإمكانات متواضعة بشق طريق على جبال عزة البريها، وهي الجهود التي تحتاج إلى مساندة ودعم الجميع لكسر عزة الطريق وإنهاء معاناة أبناء القرية. نتابع. كنا قد قطعنا نصف المسافة وقت كانت مركبتنا تشق طريقا إسفلتيا يتوسط منطقة المنعوم التابعة لمديرية جبل حبشي والواقعة جنوب غرب مدينة تعز، وهي الطريق المؤدية إلى وجهات مختلفة من مناطق وعزل المديرية. كنا قاصدين في رحلتنا الاستطلاعية هذه منطقة ضية، القرية التي قيل لنا إنها معلقة على سلسلة جبلية ممتدة بين عزلتي البريها والمراتبة بجبل حبشي، وهي المنطقة التي حرم أهلها وصول السيارات لانعدام الطريق باستثناء تلك المخصصة للسير على الأقدام، وغابتهم مقاطنيها عن اهتمامات الدولة وخدمات حكوماتها المتعاقبة منذ ستينيات القرن الماضي.
مع بدء مبادرات أهلية في أكثر مناطق جبل حبشي في رصف الطرقات، وجد أبناء منطقة ضية أنفسهم أكثر المعنيين في توحيد الجهود والعمل على كسر الطوق الذي تفرضه الطبيعة الوعرة على منطقتهم، والبدء بخطة سرعان ما تم ترجمتها على أرض الواقع، تمثلت في شق طريق على حافة الجبل يوصلهم بالتجمعات السكانية المجاورة، وعلى أمل أن ييسر هذا المشروع الخدمي عليهم النقل ويضع حداً لمعاناة قالوا إنهم لا يعرفون لها بدايات، كما كانوا لا يتوقعون نهاية لها. لقد انطلق المشروع نتيجة معاناة النساء ونتيجة تضخم الغدد الدرقية وتشنجات أعصاب الرقبة والعمود الفقري، ومن هذه المعاناة العظيمة انطلقنا بجهود ذاتية في هذا المشروع الذي يعد بالنسبة لقرية ضية والقرى المجاورة مشروع حياة ومشروع إنقاذ. مشروع طريق ضية كانت بدايته مع أول ضربة بمعول يدوي عند نقطة الالتقاء مع طريق عناقب المجاورة لأعلى قمة جبل القرنة، وهي البداية التي فتحت لأبناء هذه القرية نافذة أمل تحول معها المشروع من مجرد حلم إلى حقيقة سيستفيد منه ما يزيد عن 4000 نسمة. المشروع هذا يعني كنا نحلم به من قديم الزمان، ولم نستطيع أن توصيله يعني قبل فترات له فترة كبيرة، والآن لما عجزنا وشفنا إنه المواطنين تعبوا والنساء تعبن من نقل الأثقال من قرية إلى قرية، من عناقب، من العراري، من بني بكاري، ننقل يعني على الرؤوس والظهور حق الرجال، اضطرينا أن نبادر مبادرة ذاتية على حساب المواطنين. بفضل الله تعالى والشباب والمتواجدين بتعاون أهلي بسيط استطعنا نشق الطريق الآن على حسابنا وإمكانيتنا المتواضعة، إلا وبإذن الله تعالى بتصل بعد العناء والآلام. تقدر مسافة مشروع طريق ضية عناقب قيد الشق ب2 كيلومتر، وهي مسافة لا تبدو كبيرة عند قراءتها بلغة الأرقام، غير أنه بمجرد الوقوف على مسرح العمل في ظل أعمال الشق على مرتفعات شاهقة والنحت في صخور صلدة يظهر معنى وحجم العمل الحقيقي، وهو العمل الذي أجبر أهل ضية على الاستعانة بالمجنزرات لفتح مسار الطريق. لقد قطعنا ما يقارب مسافة 800 متر من هذا المشروع الذي يعد مسافته أكثر من 1800 متر، وهذا المشروع فيه من الصعوبات الكثيرة نتيجة وعورة الجبال وارتفاع الصخور، وارتفاع الصخور حيث يصل بعض الأماكن في الصخور إلى 20 متر. رجال هذه القرية وقد عزموا على حل عقدة معاناتهم من الطريق لم يدخروا جهداً في سبيل تسخير كل الوسائل التي تمكنهم من ربط الطريق وإيصالها إلى نقطة النهاية، ويروي بعض الأهالي في هذا الخصوص كيف عمد أبناء ضية إلى التسلق على الحبال لتفتيت الصخور التي كانت تهدد العمال والآلات أثناء عملية الشق. الأهالي أبناء هذه القرية والقرى المجاورة يقدمون جهودهم الذاتية بالأعمال البسيطة، ولكنهم قطعوا مسافات كبيرة وكانت هناك صخور مرتفعة اضطرينا إلى إرباطهم بالحبال، إلى التربيط بالحبال وإنزالهم بتلك الصخور العالية. وفقاً لمدير المشروع فإن التكلفة الإجمالية للطريق تقدر ب90 مليون ريال، وقد شارف المبلغ الذي تم جمعه مساهمة من الأهالي وبعض فاعلي الخير على النفاذ. المشروع اليوم مشروع كبير جداً ومشروع فوق طاقاتنا، لا نقدر أن نواصل هذا المشروع ولدينا عجز كبير في ميزانيته التي لا تكاد تكون موجودة منذ البداية.
وناشد إخواننا وأشقائنا في القرى المجاورة في منطقة بني بكاري والحبيل وعصوان وكل القرى المجاورة لنا دعم لهذا المشروع، إنه مشروع كبير ويعد هذا مشروع حيوي ليس لقريتنا فقط بل سيغذي هذه المنطقة ويربطها بالعزل الأخرى. الطريق هذه هي بتكون مغذية لأكثر من قرية، منها طبعا إن شاء الله نوصلها في طريق العراري ومنها إلى طريق خنبة حتى ترتبط مع بعض القرى اللي هي السعيد وغيرها، لأن كلما ربطت هذه الطريق مع قرى كثيرة تكون لها أهمية وتخدم أكثر من مجتمع. يشرح أبناء ضية كيف استمرت معاناتهم مع إسعاف مرضاهم الذين يصابون جراء بعورة الطريق، والذين قالوا إنهم يضطرون لإسعافهم حملاً على الأكتاف والمحفات لعدم توفر المواصلات، وهي معاناة يشكو مرارتها الرجال والنساء على السواء. نشتي طريق وقابر نحن بالطريق ميشان الحمل الثقيل اللي نتحمله طحين غاز سكر كله على رؤوسنا، المرض نطلعه بالمحفة، الفقرات بالمكالف، الذي اللواء الرقاب الحقوق، احنا امرض عالم الله بحالنا. بقدر ما يؤمن هذا الطريق امدادات النقل من الغذاء ومتطلبات المعيشة لقرية ضيع، فإنه أيضاً سيعمل على ربط شبكة من الطرقات غير المعبدة في قرى وتجمعات عزل البريها والمراتبة وبني بكاري. وعي الكثير بخطورة الوباء وأهمية التوعية المجتمعية وما يلعب دوراً في العمل على تحشيد الجهود وتضافر الجميع. في الفقرة التالية نسلط الضوء على إحدى المبادرات المجتمعية التي استهدفت أرياف صبر الموادم في إطار حملة للتوعية من منزل إلى منزل. مجموعة من فتيان وفتيات تعز وقد تجمعوا في منطقة الدمغة شرق المدينة في إطار عمل تطوعي للتوعية بمخاطر فيروس كورونا والتعريف بطرق انتقاله والوقاية منه. الجديد في هذا العمل التطوعي الذي تنفذه مبادرة بسمة أمل للتنمية وحبشتكات الثقافية هو استهداف المناطق الريفية بتعز، وبدايته في قرى وتجمعات مديرية صبر الموادم. كان الهدف من خروجنا رفع الوعي لأبناء منطقة صبر، وكانت طريقة اختيارنا لصبر نظرا لأنها منطقة بعيدة لا يوجد لديها نت ولا بعيدة كامل البعد على المدينة. تقول أفنان أن ما يميز هذه الحملة أنها تستهدف الأسرة في مديرية صبر الموادم من خلال التوعية من منزل إلى منزل. استفدنا عملية غسل الأيدي بشكل التمام بشكل الصحيح، ثانيا البعد عن الشخص المصاب، أعراض الشخص المصاب، كيفية الوقاية منه. المبادرة ومع أول انطلاقتها لاقت ترحيب السكان في هذه المناطق المستهدفة، وذلك من خلال التعامل بإيجابية مع الفرق المتحركة، وبادرت عديد من الأسر إلى لقاء الفرق والجلوس مع أعضائها والاستماع إلى الإرشادات الخاصة بالتعريف بخطورة الوباء الذي عجز العالم بإمكاناته الهائلة عن مواجهته. هذه خطوة إيجابية بحيث أن تتم توعية الناس إلى بيوتهم ويشكروا على هذا المجهود الذي بذلتموه يعني، ونتمنى يعني لو عد كان وسائل الوقاية مكتملة معاكم. المبادرتان تضم 60 متطوعاً يتوزعون على مجموعات تضم كل واحدة منهن 5 أعضاء ومشرف، وجميعهم يسعون إلى تحقيق الهدف الرئيس من هذه الحملة وهو التوعية الشاملة، وذلك من خلال جهود يبذلها المشاركون وتتمثل في نشر ملصقات على جدران المنازل وتقديم مواد بسيطة من الكلور المعقم إضافة إلى كمية بسيطة من الكمامات الواقية. اقتصرت حملة التوعية على كمية قليلة من الكلور طبعاً،
ولم نلاقي أي دعم حالياً كمعقمات ديتال، لم نلاقي أبداً. يؤكد مسؤولو المبادرتين أن طموحات لديهم لتوسيع النشاط وعدم اقتصاره على التوعية وحسب، إنما أيضاً تقديم الدعم بمواد طبية وذلك في حال توفرت الإمكانات. وبالنسبة لتقابل المواطنين، يعني كان تقابل رائع جداً من المواطنين بحيث استقبلونا بصدورين رحبة. حتى قيادة السلطة المحلية في مديرية صبير الموادم كان لهم الدور الكبير في دعم المشروع من ناحية التنسيق. إذا كان الدعم تمام موجود سوف ينتشر عدة الفريق وكان يتوسع المتطوعين، لكن هنا لا يوجد أي دعم. وتمثل هذه المبادرات التي نشطت مؤخراً في تعز إسهاماً مجتمعياً مهماً في إطار الجهد المشترك لمواجهة الوباء وفي ظل انهيار الوضع الصحي بالمحافظة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نسأل الله أن يجنبنا ويمننا الحبيب كل وباء ومكروه. دمتم ودام اليمن بألف خير.